قائد الدولة بأنه يكون البرلمان حر، ورئيس البرلمان لا يفصل قوانين تفصيل كما تهوى الحكومة، بل يدع هذا لأفراد البرلمان، أعضاء البرلمان أنفسهم. القاعدة الثانية طبعا بالنسبة لمشاكل المجتمع العريقة منذ سنوات طوال، يصح ان احنا نتعرض لها سواء في قوانين عايزه تتعدل او في سن تشريعات جديده تتصدى لمشاكل المجتمع التي ظهرت ولم تصدر قوانين تنظم هذه المشاكل. فيصح يكون عضو البرلمان القادم على درجه عاليه من الثقافه والعلم بمشاكل المجتمع. والله بطلب من أعضاء البرلمان القادم النزاهة والعمل بجدية وإخلاص لصالح المواطن والوطن، والتخلي عن كل مظاهر المسؤوليات والخضوع للرؤساء والكلام ده، يكون حر رأيه ويبدي رأيه ويطلب حل مشاكل المجتمع والمواطنين بشكل جدي ودون مجاملة للحكومة. لأنه أنا بلاحظ أن كل أعضاء البرلمان في البرلمان شفنا كان رئيس البرلمان بيفرض قانون بيفصله تفصيل على هوى الحاكم، فإحنا يصح نتخلى عن الكلام ده ويكون البرلمان القادم إن شاء الله هيتمتع بالنزاهة لمصلحة المواطن والوطن. يا ريت كل واحد يقدم الطلبات اللي هو يعني يقدر يعملها للناس. الشعب المصري هو يعني عانى كتير كده، من حقه هو يفرح بقى يعني وقت يحس ان اللي هم المسؤولين بيهتموا بالفئه اللي هي البسيطه. اولا يعني بالنسبه لي انا عقدي يعني مميز، بقيت عقد مميز، بس يا ريت نتعين بقى، يعني بقى لنا كتير عقد عادي من ساعة ما كان مرتبنا 250، وبعدين في ناس بتمر بشهور، في ناس بتعول بتصرف هي على الأسرة وأنا منهم. فيعني يا عضو في البرلمان القادم ده كان ايه؟ والله أنا هشوف الأول الناس اللي هي بسيطة زي الفلاحين زي العمال، هم دول اللي بيبنوا البلد. أنا ما ببصش لرجال الأعمال والناس اللي مرتاحة، حتى الموظفين مرتاحين عن العمال والفلاحين. يعني العمال والفلاحين أكتر فئة مظلومة في الفئات كلها، ويليهم على طول الموظفين، خصوصا الموظفين في القطاع الحكومي، فيليهم القطاع الخاص. بس يعني ايه، يعني بالتدريج كده كل واحد ياخد حقه، بس احنا محتاجين صبر، بس احنا هنصبر عليهم وهنديهم فرصتهم، بس يا ريت هم يعني نلاقي نتيجه، يعني الصبر يبقى ليه حدود زي ما ام كلثوم بتقول، خصوصا ان انا موسيقى يعني، والصبر له حدود. فيا ريت كل واحد يقدم ايه هي الاستعدادات بتاعته، ايه هي مؤهلاته، ايه هي امكانياته اللي هيقدر يقدمها، واحنا معاه. يعني اول حاجه ان انا هعمل استجواب اشيد فيه جميع رؤساء الاحياء اللي قصروا وسابوا الزباله وسابوا الطرق المكسره في الشوارع. اول شيء هعمله استجواب لرؤساء الاحياء ووزير التنميه المحليه حول تدهور الاحوال في الشارع المصري، وبالذات زياده اكوام الزباله اللي موجوده في بعض الشوارع في الشوارع المصري. اطلب من اعضاء البرلمان القادمين ان هم ينظروا لمعاناه الشعب والفقراء في الشارع المصري، لان كل انسان بيوصل البرلمان المفترض ان هو ينظر حتى ولو على مستوى دايرته، هو مش على مستوى العالم او مستوى الشعب المصري، على مستوى دايرته ينظر للفقراء نظره حاسمه، ويكون عنده المقدره على ان هو يقدم استجوابات فعاله، وتكون استجوابات تؤدي الى التاثير في الشارع المصري. اول حاجه الواحد هيعملها ان هو احاول استجوب بالمحافظين اللي فاتوا ورؤساء الاحياء وحاسبهم علشان المحافظين الجداد والرؤساء الاحياء الجداد يضعفوا، لازم يتحاكموا على فكره. ليه؟ لان عشان الزباله اللي مرميه في كل حته اللي
نعاني منها كل الشعب المصري. ثاني حاجه الاحياء الشعبيه والعشوائيات، انا نفسي بقى يعني مش بس المحافظين والاحياء، انا عايزه كمان يعني رسالتي توصل لرئيس الجمهوريه ذاته. دلوقتي الاحياء الشعبيه لو مشيت فيها هتلاقي ورشه خراط جنبه، ورشه حداد قصاده، ورشه نقار، يعني الورش تقريبا مقدسه جنب بعضها، وده بيبقى تلوث من ناحيتين. اولا تلوث من التراب والدخان اللي بتاثر على الصحه بتاعه المواطنين من ناحيه، ده غير الضوضاء اللي محدش يعرف يشتغل، محدش موظف يعرف يقوم يمشي شغله يؤدي عمله بنجاح، فطبعا كل ده بيأثر على الاقتصاد المصري. ما دول لازم يتحاكموا، لازم يتشال كل الورش وكل الحاجات دي. مفيش حاجه اسمها محسوبيه، مفيش حاجه اسمها واحد يجي يدفع فلوس او يدفع رشاوى، ده الموجود. مفيش حاجه اسمها مفيش رخصه لاي ورشه، وده موجود حاليا. لازم الحاجات دي كلها تتغير، الورش كلها تبقى في مكان معينه، والناس تعرف تعيش، نعرف تعيش عيش في هدوء وفي استقرار، عشان حتى على الاقل نعرف ننتج. ما انا عشان اعرف انتج لازم اكون انا عايشه مرتاحه نفسيا، لكن انا مش مرتاحه نفسيا لو الطالب عايش وسط ضوضاء وسط دوشه وسط دخان. طب ده هيأثر على الصحه، يبقى وزاره الصحه بتتكلف مبالغ كبيره جدا. طب ما احنا نشيل الرقيه غير من الاعلان، احنا نشيل الحاجات دي كلها ونخليهم في مكان خاص بيهم، الورش دي كلها خاصه في مكان خاص بيها، واحنا كبشر كبني ادمين نحافظ على الاقل على ادميتنا كبني ادمين. ما بقاش في زباله، ما بقاش في ضوضاء، في الحاله دي ده هيبقى الاقتصاد المصري بتاعنا بقى كويس جدا، وده هيبقى بس هيتقدم طبعا اكيد. ولا هنحتاج بقى الادويه، ولا نقول نروح للدكاتره والمستشفيات اللي ما فيش علاج ما فيش حاجه، لا. طب ما احنا نشيل الحاجات اللي هي بتاثر على صحتنا من البدايه، يبقى مش هنحتاج اصلا الاعلان. شكرا.